السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيشن جديدة وهنكمل بروتين كيمستري. في السيشن دي هنتكلم عن البيبتايد. اتفقنا في أول سيشن في البروتين إن سواء كان البيبتايد أو البروتين هم عبارة عن أمينو أسيدز ماسكين في بعض، بيختلفوا عن بعض في عدد الأمينو أسيد. سوري صوتي تعبان شوية فأرجو التوازن. اتفقنا إن أنا لو عدد الأمينو أسيد أقل من 50 هسميه بالطيب، لكن لو اكتر من 50 هيبقى ده اسمه البروتين. طيب البيبتايدز اقل من 50 امينو اسيد بس، ممكن يكونوا 2 امينو اسيد بس، في الحاله دي هسميه داي بيبتايد. 3 امينو اسيد هسميه تراي بيبتايد. اقل من 10 امينو اسيد هسميه اوليجو بيبتايد. اكتر من 10 بس اقل من 50 يبقى ده اسمه بولي بيبتايد. احنا خلاص لو اكتر من 50 ما بقتش بيبتايد، بقيت بروتين. يبقى البيبتايدز هي linked amino acid less than 50 amino acid linked by peptide bond. هنقولهم دلوقتي يعني ايه peptide bond. الامينو اسيدز لازم تمسك في بعضها عن طريق كاربوكسيليك جروب من امينو اسيد وامينو جروب من التاني، تمام؟ دي اسمها peptide bond. اتفقنا لو هما اتنين بس هسميهم داي بيبتايد، ثلاثه تراي بيبتايد، من ثلاثه لحد 10 اوليجو، اكتر من 10 واقل من 50. زي ما قلنا الامينو اسيد ستيمس اللي اسمها ده تراي بيبتايد. بعد من هنا لهنا، مش عشان من الشمال لليمين، لا، من الان تيرمينس الى السي تيرمينس. يعني ايه؟ يعني اشوف الفري امينو جروب اللي مش داخله في بيبتايد بوند، هي دي بلدي. دايما بعد اي بولي بيبتايد تشين، اي بروتين، اعده منين؟ فين نمبر 1؟ فين الفيرست امينو اسيد اللي عند الفري امينو جروب؟ وبعده لحد الكاربوكسيليك اند. يبقى انا بعد من الان تيرمينس الى السي تيرمينس. يعني ايه ان تيرمينس؟ يعني ايه سي تيرمينس؟ ان تيرمينس اللي هي الفري امينو جروب، الامينو جروب اللي مش داخله او الامينو اسيد اللي مش داخل في البيبتايد بوند بتاعته الامينو جروب، والسي تيرمينس اللي هي الفري كاربوكسيليك جروب او الامينو اسيد اللي مش داخل في البيبتايد بوند بتاعته الكاربوكسيليك. تمام. اللي انا شايفاه دي بيبتايد بوند، يعني ده الفيرست امينو اسيد وده السكند امينو اسيد وده الثيرد امينو اسيد. انا الرسم كل واحد بلون، ده الاسمر ده الفيرست، الاحمر ده السكند، والبلو ده الثيرد. لو احنا بصينا هنا هلاقي الكربوكسيليك جروب بتاعه الاولاني ماسكه مع الامينو جروب بتاعه الثاني. هي دي اصلا كانت سي او او اتش ودي كانت ان اتش 2. خدت او اتش من هنا مع اتش من هنا وطلعت ميه وربطت الباقي، بقت دي اسمها بيبتايد بوند. تمام. بما ان الامينو اسيد ده داخل بالكربوكسيليك جروب بتاعته في البيبتايد بوند، يبقى الامينو جروب بتاعته فري، عشان كده هو ده الان تيرمينس. تمام. يبقى دي البيبتايد بوند، اتحاد بين الامينو جروب اوف وان امينو اسيد والكربوكسيليك جروب اوف ذا اذر امينو اسيد وبطلع ميه. تعال نشوف التاني، ده داخل بالكربوكسيليك جروب من الناحيه دي مع الامينو جروب من الناحيه دي وعامل لي بيبتايد. تمام. يبقى البيبتايد بوند دي اتحاد بين اثنين امينو اسيد، اتحاد بين الكربوكسيليك جروب اوف وان امينو اسيد والامينو جروب اوف ذا سكند امينو اسيد، وبعمل ريموفال اوف ووتر مولكيول. هي مهمه البيبتايد دي، مهمه في امبورتنت بيولوجيكال كومباوندز تركيبها الكيميائي عباره عن بيبتايد. زي مين؟ هرمونز الاي سي تي اتش، الاوكسيتوسين. الاي سي تي اتش ده الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. تمام. ده هرمون بيتحكم في الافرازات او في السكريشنز بتاعت الادرينال كورتكس. تمام. الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون او الاي سي تي اتش والاوكسيتوسين دول عباره عن بيبتايدز ودي هرمونز. البراديكاينين ده بيبتايد بيتحكم في البلاد بريشر. تمام. في انتيبيوتكس عباره عن بيبتايدز زي الفالينومايز. اهم بقى واحد في كل البيبتايدز هو الجلوتاثيون، اختصاره جي اس اتش. اس اتش لان الاكتف جروب بتاعته هي الاس اتش جروب دي اللي احنا اتفقنا اسمها ثيول جروب. الجلوتاثيون عباره عن تراي بيبتايد، يعني ثلاثه امينو اسيد. مين الثلاثه؟ قال لك اسمه بقى جاما جلوتاميل سيستينايل جلايسين. ادي الثلاثه امينو اسيد، جلوتاميل سيستينايل جلايسين. طب جلايسين خلاص يبقى جلايسين. سيستينايل اللي هو السيستين، عشان كده هو اللي مديني الثيول جروب ده، هو اللي مدي الاكتف جروب بتاعت الجلوتاثيون. جلوتاميل ده جلوتاميك ولا جلوتامين اللي هو جلوتانيت ولا جلوتامين؟ لا ده جلوتاميت، ده اسيدك امينو اسيد، ده الجلوتاميك اسيد.
يبقى انا اللي عندي الفيرست هو الجلوتاميك اسيد السيستين اند جلايسين، يبقى ده ترايبيبتايد اللي هو جاما جلوتاماين سيستيناين جلايسين. جلوتاثيون مهم جدا، مهم ليه بقى؟ هو انتي اوكسيدنت في الار بي سيز، هو بيحارب الكانسرز، هو كوفاكتور لانزيمز كتير جدا زي الانسولينيز انزيم، الانزيم اللي بيكسر الانسولين. كمان هو بيساعد في عمليه الامينو اسيد ابسوربشن عن طريق اللي هي امتصاص الاحماض الامينيه من الانتستين عن طريق عمليه اسمها جاما جلوتاميل سايكل معتمده على وجود الجلوتاثيون. يبقى الجلوتاثيون مهمه كانتي اوكسيدنت في الار بي سيز، كوفاكتور لميني انزيمز اللي من ضمنها الانسولينيز انزيم، بروتكتور وديفنس اجينست الكانسر. كمان هو بيساعد في الابسوربشن اوف امينو اسيد في عمليه اسمها الجاما جلوتاميل سايكل. يبقى يعني ايه بيبتايدز؟ البيبتايدز هي امينو اسيدز كونكتد عن طريق بيبتايد بوند، على حسب عددهم بقول داي بيبتايد اللي هم 2، تراي بيبتايد 3، اوليجو 3 ل 10، اكتر من 10 واقل من 50 يبقى بولي بيبتايد. امينو اسيدز لينكد باي بيبتايد بوند بعيد من الامينو تيرمينس الريد ان تيرمينس يعني الى سي تيرمينس. واتفقنا البيبتايد بوند بتحصل ازاي؟ بيولوجيكالي اكتف بيبتايدز زي هرمون زي الاس تي اتش والاوكسيتوسين، البراديكايين، الانتيبيوتكس سيرفلينومايس، الجلوتاثيون اللي هو جاما جلوتاماين سيستيناين جلايسين، وقلنا ايه هي الفانكشن بتاعته. يبقى احنا في السيشن دي اتكلمنا عن البيبتايدز، اشوفكم السيشن الجايه على خير ان شاء الله.